يا أخواتي متابعي قناة أبارتمو فاس، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني المتتابعين والأوفياء لهذه القناة، الآن كنتواجدوا في حي الأمل طريق صفرو. غادي تشاهدوا معايا واحد الشقة اللي كتواجد بالطابق الثالث. هذه الشقة أخوتي قريبة من كلية الصيدلة، وكذلك قريبة من المستشفى الجامعي الحسن الثاني اللي جاي في طريق صفرو اللي معروف بالمركب. هذا الشقة أخوتي مساحة ديالها 94 متر، فيها جوج البيوت صالون سيجور وكوزينة وطواليت وحمام. كنتواجدو الان خوتي بالصالون، الاطلاله ديالو جايه على هاد الجهه هذه قريبه للقهوه ديال دافيتشي. هنايا خوتي صالون بلدي كتشاهدو معايا، كاين صالون قبالت السيجور مفروقين غير بهاد المخادم اللي قبالتنا. فيها باركينغ ديال الطوموبيل، هي اير بليس 4 يعني مازال طبقه فوق هاد الطبقه هذه اللي كنتواجدو فيها. قبلتنا اخوتي هنايا السيجور، وهذا هو المقدم اللي قلت لكم الفرق ما بين الصالون والسيجور. الصالون كتشوفوا ان الاضاءه داخله له، وكذلك الشميشه راها مشمشه. الصالون هو هذا. العديد في الناس اللي طلبوا لي اخوتي قريب للمركب بحكم العمل ديالهم، كنتمنى انهم يشوفوا هاد الشقه هذه اللي مزيونه، وكذلك في المتناول، وكذلك الثمن ديالها حتى هو في المتناول اللي غتسمعوه في الاخر ديال الفيديو. هنايا كتشوفوا معايا كاين الصالون او سيجور اللي انفاس جاي التلفزيون اللي جايه واخده تشوفها الجهه ديال الصالون، وكذلك الجهه ديال السيجور. خوتي كيف ما قلت لكم ان هاد الشقه هذه كتواجد في الطابق الثالث يعني اير بليس 4، فيها الباركين ديال الطوموبيل ما فيهاش لاسانسور. هذه الدخله الرئيسيه منين دخلنا ديال الشقه، وغادي نمشيو نشوفو الكوزينه وكذلك نشاهدو البيوتا. غادي تشاهدوا معايا الكوزينه اللي جايه على الواجهه الاخرى. الكوزينه خوتي هي هذه كبيبره اللي عندها البلاكارات من الفوق وكذلك البلاكارات من التحت، عندها بلاصه ديال الانستالاسيون ديال الماكينه حتى هي جايه من تحت الخام. كتشاهدوا معايا كاين هنايا الخامه من الفوق، وحتى اللي بغا يدهن ماكينه المواعن راه عنده ليسباس مازال حتى ليه، عنده ليسباس ديالها. غادي البلاكارات حتى ليه، كاينه طابله مونجي في الدخيله ديال الباب، وكاين اخوتي اللي هي في البالكون فين دايره السيده البلاصه ديال الكوزينيير، على حسب ان البالكون عنده تهويه سالمه تاني. كل واحد شنو بغى يدير فيه، كاين الفران، كاين الشوفو، وغادي نمشيو نشاهدو البيوت ها بجوج. غادي نشاهدو البيت الاول اللي قريب للحمام. هاد البيت خوتي حتى هو فيه البالكون للاطلاله ديالو جايه على الشارع اللي غتشاهدوه معايا، وكذلك فيه البلاكار. البلاكار خوتي اللي تشاهدوه معايا هو هذا، وبيت نعاس راه كبيبر. ونشوفو البالكون، ونشوفو الاطلاله ديالو علي باش يبان لكم الشارع ديال حي الامل. هو هذا، هذا هو الشارع اللي قبلتنا ديال حي الامل، فين كاينه القهوه ديال دافيتشي اللي كتخرج للكليه الطب، وكذلك كتطلع المركب. هذا الباركين اللي كاين في الارض، غادي نمشيو كذلك نشوفو الحمام اللي قبلت بيت النعاس. هو هذا الحمام اللي فيه طواليت وكذلك لافابو، كذلك فيه الدوش، الدوش اللي بالبانيو، وعندو اخوتي دكانه فوق الحمام اللي واخده المساحه ديال الحمام كامله. وكاينه قبات الحمام كاينه طواليت عاوتاني اخرى بوحدها.
هي هذه التواليت، وغادي نمشي نشوفو بيس ديال الوليدات اللي جاي من الجهة الأخرى. وهذا أخوتي البيس اللي جاي حتى هو عنده الإطلالة على لاكور. هنا هذا أخوتي البيس ديال الوليدات كيفما شفتو، فيها جوج ديال البيوت، وهزا ماريو كبير، يعني راه البيت كبير بر، وكاين حتى هو فيه باركي في الارض. اخواني اخواتي متابعي قناه ابارتمون فاس، شاهدتوا معايا الشقه اللي كتواجد في الطابق الثالث في حي الامل. كيف ما قلت لكم جميع المرافق، كاين هنايا مدارس عموميه وكذلك كاين مدارس خاصه. كل المرافق المتواجده في حي الامل عارفينها، كاين الناس اللي عارفينها ساكنين في فاس. وكيف ما قلت لكم ان هذه فيها الباركينغ ديال الطوموبيل، فيها صالون وسيجور، فيها جوج ديال البيوت كبيرين، وفيها حمام وطواليت، وفيها كوزينه كذلك كبيره. اللي بغاها خوتي الثمن ديالها هو 45 مليون قابله للتفاوض. اللي بغا يجي يشوفها ما عليه الا يتصل بنا، نحدو موعد مع الناس بحكم انكم كتشوفوها مفرشه ساكنين فيها الناس، ناخذ موعد من عندهم. واهلا وسهلا خوتي، دائما كنشكركم على هذه المتابعه وعلى هذه المسانده اللي تتساندونا، تساندوا هذه القناه ابارتمون فاس، وكذلك بالتعاليق ديالكم الزوينه. وكنتمنى لخوتي كاملين اللي مسايرين لي التوفيق في حياتهم كما تيرفعوا من المعنويات ديالنا، كنشكرهم خوتي. وكذلك كنشكر جميع الناس اللي خارج ارض الوطن واللي داخل ارض الوطن. اخواني بلا ما نطول عليكم، خليتكم رحمة الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.